وصلنا ربع مليون ولا لسه؟ ايه الاخبار يا صاحبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. فيديو النهارده احتمال يكون نازل وما وصل ربع مليون مشترك، فلو وصل ربع مليون مشترك شكرا ليكم جدا. وطبعا بما اني بعمله قبل ما اوصل ربع مليون مشترك فانا لسه ما عملتش الاغنيه، لو الاغنيه هتنزل بكره ان شاء الله لو وصلنا ربع مليون النهارده. عموما خلينا افهمكم ايه اللي بيحصل النهارده بالظبط. بص يا جماعه، فيديو النهارده عباره عن لقطات من بث مباشر كنت عامله على القناه الثانيه من كام يوم. القناه الثانيه دي دلوقتي فيها 93000 مشترك، كان عندنا هدف انه قبل نهايه رمضان نوصلها 100000 مشترك، قربنا جدا، فاضل 7000 بس. اكيد في 7000 من اللي بيتفرجوا دلوقتي مش مشتركين اصلا. فتشوفوا فيديو النهارده، لو عجبكم اكيد عجبكم الاستريمات، ولو عجبكم الاستريمات يبقى يا ريت تشتركوا في القناه هناك. احنا بنعمل استريمات كل يوم حرفيا، كل يوم الساعه 1 بالليل بتوقيت مصر، 2 بالليل بتوقيت السعوديه، 3 بالليل بتوقيت الامارات وعمان. بعمل لايف ستريم على القناه الثانيه دي، والميعاد ده هيتغير بعد رمضان، بس هو خلال رمضان بس بنلعب العاب خفيفه في الفتره دي يعني. عموما بس قبل ما نخش في الفيديو النهارده، مش انا اللي عامل المونتاج، اللي عامل المونتاج واحد اسمه كينج بي اس بي سي. كينج بي اس بي سي ده من الناس اللي بتعمل لي مونتاج حلو جدا جدا كل فتره والتانيه، بياخد مثلا ستريم من عندي يعمل له مونتاج ويديهوني، وانا الصراحه حابب اشتغل معاه بشكل اكبر شويه. فالنهارده تقدروا تقولوا ان احنا بنجس ناب ده انا وهو كده، هنشوف لو عجبكم المونتاج بتاعه ممكن اقدم لكم محتوى اكتر انا وهو بجوده احسن شويه، لان جوده فيديو النهارده هتحسوها قليله شويه لان انا وهو كنا بنجرب بس. عموما قناه الباشا كينج بي اس بي سي موجوده تحت في الوصف تويتر بتاعه، روح اشتركوا عنده او اعملوا له فولو عشان هو يستاهل فعلا، وهتشوفوا من الفيديو اللي هو عامله. الاستريم ده كان ساعه ونص، هو صغره ربع ساعه. وقبل ما انسى كمان، على فكره الاستريم ده كده مش كامل، يعني اخر الفيديو مش هو اخر الاستريم، فهتلاقي الاستريم ده موجود برده في القناه كامل، يعني في القناه الثانيه برده لازم تتفرج عليها عشان كان ضحك فشخ. وخلينا ندخل في الفيديو. النهارده نلعب لعبه اسمها كريبي تيل، الحدوته المخيفه، الحدوته الكريبي. ما اعرفش اللعبه دي رعب ولا لا. الموسيقى دي انا ما بحبهاش، الموسيقى دي انا ما بحبهاش، الموسيقى دي وراها مصايب، الموسيقى اللي بتتحط في كل الالعاب الرعب دي وراها مصايب. وراها مصايب. اوكي بسم الله، خلينا نبدا على طول. الله اكبر. الفصل الاول، فراشه جميله. فراشه جميله، عارفين يعني انا بجيت فراشه جميله. اوكي، عيل صغير تافه بياخد مشرومز شبه الواد محمود صبري، هو بيقول لي هاي ازيك عامل ايه ممكن اجاوب؟ لا مش بيقول لي انا. اوكي ايه ده بالكيبورد؟ الو ايه ده، انا ممكن انط؟ ممكن اجمع؟ اوكي طيب احنا بنجمع فطر، مش عارف ده معناته ايه. في فراشه جميله، انا بجيت فراشه جميله. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ده عبيط ولا ايه؟ لازم نعلي صوت اللعبه عشان واضح ان في افيهات، معلش عشان الواد شكله تافه، الواد صاحبنا شكله تافه. هو في غراب مخيف ورا. اوكي هو بينادي، انا محمد تعالى نجمع المشروم بيقع في كارفور. بص يا محمد، هو رايح يجيب المشروم عشان يبيعها في كارفور. ماشي اوكي، العيال التافه ده هيجري وفي موسيقى غريبه هتشتغل، اسمعوا اسمعوا بس كده بس كده. ايه التافه ده؟ معرفش. طلعت فين يا محمد؟ محمد اهو. لا ده مش محمد، ده شريف، ده واد يا شريف. اوكي هو شريف بيعمل ايه؟ هو شريف بجد بيجري على الفراشه كده؟ اوكي شريف بيت دخل، بيت دخل ايه؟ دخل بيت قصدي، دخل بيت غريب. ايه دخل؟ احنا هنسيبه نمشي؟ لا اوكي تمام. بص من ازاي؟ الو ايه؟ الا الا ايه اللي حصل ده؟ هو اتخطف؟ اوكي في وحش نايم هنا، هي اللعبه دي ما فيهاش جامب سكير صح؟ وبعدين هم هي الفراشه دي شغاله عندهم ولا ايه؟ استنوا كده بص كده. عم نلعب معاه بالجرس تقريبا، طب ايه اعمل معاه ايه؟ طب ينفع اخد الحاجات دي تاني؟ خدت مشروم. عرفت المفروض اعمل ايه، عرفت المفروض اعمل ايه. بس اعتقد ان بص عليه كده، تاكل مشروم زي لا ما عندهمش اكل اصلا بس دي، في مفتاح. اوكي طب احنا هنسيب له المشروم دي هنا صح؟ والله 200 اي كيو. اوكي هنخبط عليه تاني. عامل وحش، عامل وحش، عامل رجل مسلوخه. انت مش شايف ولا ايه؟ يلا مغفل. اوكي دخلنا جوه. الصندوق ده فيه ايه؟ ايه ده؟ دمنا الغوله بجد؟ اوكي لازم ننجز، لازم ننجز. اوكي 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 خش بسرعه، استخبى. طب اقفل الصندوق. اوكي اوكي. اوكي شش، ما حدش يعمل صوت في ال، ما حدش يكتب حاجه في الشات. عمل وحش، عمل وحش. ينفع اطلع فوق الترابيزه دي؟ لا. هشيل الكرسي الخشب ده؟ لا. طب الباب ده عامل فيه حاجه؟ خدت منه عظمه، اضرب الراجل على دماغه بالعظمه؟ اديله في دماغه يالا. لا لا برضه. هو صلحت الكرسي، ايه الهبل ده؟ اوكي هو مش سامع صوت الكرسي اللي بيتشد عليه عظمه ده؟ طيب نطلع فوق ده، نطلع فوق دي. اوكي خد المفتاح، ما اعرفش طلناه ازاي. نفتح الباب، خش الباب. اوكي واضح ان هي لعبه ذكاء وسرعه بديها. ايه ده؟ هو طلعت بربيت تاني ولا ايه؟ ده البيت بيودي على الو. ايه ده؟ بعد تاني ده ولا ايه؟ اليافطه دي مكتوب عليها ايه؟ فك وجعني والله. ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل ده يا جماعه؟ تمام اعتقد نزق الخشبه دي كده، نوقعها تحت وبعدين ننزل عليها. اوكي ما متناش. ايه اللي نايم على اليمين ده؟ ايه اللي نايم على اليمين ده يا جماعه؟
اللي هو على مين ده والله؟ ما ينفعش اخد دي. طيب في حاجه هنا ناخدها؟ مفيش. عم الشريف، عم الشريف، عم الشريف نايم. هو العظم ده عم الشريف هو اللي واكله ولا ايه؟ لا ده مش عم. ايه ده؟ اوكي لازم نجمع الحاجات البنفسجي دي عشان عايزين اسم الوحش يا جدعان. استاذ برغوثه، استاذ برغوثه صحي، كلني كلني كلني. ماشي كده كده الراجل مش هيصحى يا عم، نايم يا عم بيشخر، سيبه في حاله. لا يا زمن. طب لو انا عملت كده، اصحى يا كابتن، وعملت كده ده بينط. ده بينط. تمام تمام تمام. كابتن والله كابتن، ما قصدي يا كابتن، والله كابتن ما قصدي يا كابتن. يا كابتن انت بتعمل ايه بقى؟ بتهب بايه بقى؟ ما تعرفنيش والسبب. يا جدع يا جدع ارحمنا يا جدع. تعالى كده يا كابتن، هتعمل ايه لو انا واقف هنا؟ ايه ده؟ اتخضيت والله، والله اتخضيت، والله اتخضيت. حطها للوحش، حط دي كده وندوس على دي ونشوف هيحصل ايه لما يلمسها هو. عادي يا جماعه، ولا كان اي حاجه حصلت والله العظيم. يا جماعه لا يكون ادوس فوق، لا يكون ادوس لفوق عشان اتحرك. هز ورق الشجر ده، يعني بيقول ايه؟ عايز يهز ايه؟ مش فاهم. نص ساعه كلها انا قاعد في الحته دي. ايه ده؟ الو الو. طب الوحش هيجري ورايا ولا لا؟ اعتقد لا. بيجري ورايا، بيجري ورايا. اعمل ايه؟ الو مشي. مشي. ده عبيط يا جدعان، دراع بيفصل شحن والله. ايه ده؟ هو كل حاجه بتموت في اللعبه دي؟ هو ايه ده؟ ما تقوليش ان انا. يا لهوي يا لهوي على 200 اي كيو بتاعي. يا محمد بص مين يا محمد. اوكي حطها كده يا محمد، تعالى كده محمد. محمد بص شمال. بعدين في ايه من غش من غير ما الو؟ عدينا اهو، عدينا عدينا. قال لك اللعبه بتاخد نص ساعه عشان تخلص. يا ليل بريدج تعمل كده. لا شكله امان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ ايه؟ انت كل انت كمان؟ ايه ده؟ هو انا ابنه؟ هو جيني كده ليه؟ هو ايه اللي حصل ده؟ يا جماعه الو هي كل حاجه بتموت ولا ايه؟ هو انت شرير طيب ولا ايه؟ انت شايفني وحش؟ امشي بالراحه طيب؟ انتي وحش كيوتي، انتي انتي وحشه جميله، انتي ياتي كمالو مالا، ياتي كمالو. واحرقك بجهاز يا كابتن. والله ابدا يا كابتن، خدي بسرعه. هتعمل ايه يا اسطى؟ هتعمل ايه يا وحش؟ ها ايوه انا قلت برضه وحش جبان خسيس. بقول لك ايه؟ عفش تعرفش عم الشريف راح فين؟ ها كابتن، هو ابنك بيعمل كده ليه؟ انت عايز بسرعه خدي. على فكره صح. ايه يا عم يوسين بولت، في ايه بتجري كده ليه؟ خد يلا بتاعي ولا اي كان في شبح ورا والله. هو انا ممكن اخد الخشبه دي؟ صح ابوك، قول له يا محمد جه. اتفرح باب الله برضو. باي. ايه يا كابتن في ايه؟ مالك مستعجل كده؟ بسرعه 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 يا عم بسرعه يخرب. الواد ده على فكره اهتم. استنى بقى بص بقى الفكره دي، هو ليه سريع كده؟ مش دي مش دي الفكره والله، كنسل الفكره دي. استنى استنى احنا هنكمل جري. ماشي هنكمل جري. تعالى تعالى يا كابتن تعالى. مش عارف انت بتجري ازاي ورجلك مدلدله في الارض كده والله، رجله عماله تحك في الارض حرفيا. نيجي هنا. ممكن تجري كده بس. باي يا كابتن. من غير الفراشه يمين. انت ايه بقى؟ تعرفش ان عيب ايه تعمله ده؟ لا ولا عيب ولا بيع، ما تعملش اصوات دي عيب. كخ فخس عليك فخس. شابتر 2 Obscure Side of the Forest، الجزء اللي هقه من الغابه. مين اللي واقف في الشباك ده؟ مين اللي واقف في الشباك ده والله؟ باشا ده ابليس. شفت يا جماعه ابليس خايف مني ليه بقى؟ عشان انا بقرا قران كتير. ايه ده؟ هو راجع ولا ايه؟ بص فيه، بص بيختار النظر فيا ازاي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجري انا بس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب في هنا. هدي حطها هنا دي. انا ماشي. ها يمكن مثلا ينط يموت مثلا. في لحمه هنا، خدنا اللحمه حطها هنا احرقها. دوخه. خدنا جردل. عاوز ولا مش هترجع؟
طب ممكن ننزل تحت مثلا؟ شكل دي نطاطه. نطاطه فعلا. ماشي اسم الله عليك يا حبيبي. كويس. في ايه ده؟ مين ده؟ عم العفريت. خد خد جرد اهو. نزل بقى دي بقى. ارفعها. ايوه جبنا ميه. ماشي هات الميه دي. ايزي بيزي ليمون سكويزي. نطفي بقى النار. نطفي النار. نحط بقى في النار اللحمه ولا نعمل بيها ايه؟ مش فاهم. هو عزا وخلاص. انا ليه طفيت النار؟ انا ليه طفيت النار والله عزا؟ بص يا جدعان الشيطان قاعد بيتربص بيا من بره ازاي؟ كابتن معايا ميه. عشان بيها ايه؟ مسيره جيلك. مسيره جيلك. مسيره جيلك تقريبا يعني. مش عارف دي بيتعامل بيها ايه الصراحه. هو عبيط. هو تقريبا عبيط. هو بيطلع على الشباك امتى؟ الشباك ما فيهوش حد دلوقتي. والله عبيط قوي. والله العظيم عبيط قوي. ما مش عارف احط حالة ازاي. ايه ده؟ لحظه. ايه ده؟ ايه ده؟ فهمت انت كده؟ درست الموضوع؟ طيب تعال نروح له تاني. ولا جايلك تاني يلا. عمال اخش البيت عليه اعمل له ازعاج واطلع تاني. سلام عليكم. ازيك عامل ايه يا شيطان؟ تيجي توسوس كده. صالك ازاي يا كابتن والله؟ ارجع للفطر وخده. فطر ايه يا جدعان؟ هو في فطر؟ الفطر ده؟ يا جماعه جات لي فكره حلوه. احنا نرجع للفطر وناخده. خد الميه. اعوذ بالله من الشيطان. ولا انت ده ده ده. ايه ده انا رحت فين؟ انا مش موجود يا شيطان. شيطان انت اخدت ايه ده؟ اخدت دبوس. والله اشكك. استخدم الدبوس عشان انزل دم عند البتاع الغريبه اللي على اليمين دي. نجرب كده. نيجي هنا ونحط دم. فكره من الزباله تقريبا. في ناس بتقول لي خد غصن الشجره. الشجره دي اللعبه دي بتتحور على فكره. والله العظيم والله اللعبه دي بتتحور. ونروح للنار. شلنا الفحم. خدنا طوبه. ارميها في وشه بقى ولا اعمل فيه ايه؟ اعتقد اعتقد الطوبه دي ليها علاقه بالبتاع اللي على اليمين خالص. اعتقد اعتقد هي ناقصها حاجه. حط عليها. لا ايه ده؟ في ايه؟ ده طلع عندي حق. لازم كي نقطه الدم دي اللي نورتها يعني. ايه تشتغل بطاقه الدم ولا ايه؟ ده ايه؟ عملت قربان للثور ولا ايه؟ مش فاهم لعبه الكفار دي. ايه المكان ده بقى؟ دي امنا الغوله. امنا الغوله هي والله. ايه ده؟ دي هي بجد؟ ومن الغول عايزه مني ايه؟ ازاي تخنق جارك اربعه هي يا جماعه؟ ازاي تخنق؟ ازاي تخنق امنا الغول هي يا جماعه؟ هي جايه ولا ايه؟ بترجع والله العظيم اقسم بالله هي هي. ازاي تخنق جارك هي؟ مع السلامه يا حاج. هات بسرعه يا عم. انت لسه هتتفرج؟ اجري. سرقت حاجه. اوكي بس اعتقد ان هي ما بتنزلش تحت. هي ما بتنزلش تحت. اوكي انا ولعت النور. في قطه شغاله. ايه شغاله؟ ايه قطه نايمه قصدي؟ ايه ده؟ مفتاح اهو. انا ازاي لقيت المفتاح بالتحوير ده؟ ماشي. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه هو ايه اللغز اللي هنا يا اخوانا؟ ولا احنا بنجمعهم حسب اللون؟ ما ينفعش اطلع من دي غير لما احلها. الو تختار احسن نوع فطر يا عم. هو انا الشيف شربيني اختار احسن نوع فطر ايه بس؟ يمكن من الصغير للكبير. اقسم بالله والله العظيم لغز ملوش اي معنى في الحياه. حسب الشكل تاكل؟ حسب الشكل فعلا. طيب دي رايحه يمين. دي هنجرب الاول حسب الشكل يا سيدي. دي ستريت. دي ستريت. دي ستريت. دي يمين تبقى تحت هنا. وده يمين. وده ستريت. وده هيين ستريت. واللي هنا ستريت. ودي تيجي هنا وانتي هنا. لحظه ايه؟ وانا ممكن اهرب؟ ايه يا جدعان واحنا بنحاول ليه طيب؟ طالما انا ممكن اهرب كده. اوكي خدنا من هنا. خدنا قنينة. خدنا قنينة يا جماعة. معناها قنينة. وانا قلت لكم ان فكي وجعني. ايه 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 يا طنط؟ انزل ياض تحت. ايه ده انا خدت قنينة. خدت القدرة. خدت قدرة الماء. استخدم القدرة في الدفاية. يا جماعة عندي فكرة. انا استخدمت القدرة في الدفاية يا جماعة. دي كانت فكرتي انا. ما حدش قالها لي في الشات عشان ده مش لايف ستريم. انا هاخدهم كلهم واحطهم في الدفاية في البتاع. نعمل ميكس. هما بيتكرروا ولا بيتهيألي؟ نحط دي. لحظة. في صورة هنا. واحدة ستريت برتقاني واحدة ستريت حمراء. اوكي. دي ايوه عملت حاجه يا اخوانا. انتقل بعدها دي. ايوه وبعدها الحمراء الصغيره. يا جماعه مش محتاجكم في حاجه على فكره. طب اعمل ايه بقى بعد ما خلصت البتاع ده كله؟ اطلع اخد القنينه من فوق. انزل اخد الحته الصغننه حته فوته كده صغيره من تحت وراح طالع في اللي فوق. انت عبيط يا ابني. ده اقل ستريم عملتكم وحش فيه. لا يا حاجه. لا يا حاجه. لا يا حاجه. ايه يا جدعان الهبل ده يا جدعان؟ لا يا جدعان بقى مش هنعيد كله تاني يا جدعان. ده ايه العبط ده والله؟ روح يا حاجه الله يرفك. اطلع يا ابني. لا يا جماعه. يا جماعه انا فهمت.
سبيد رن سبيد رن سبيد رن هوب 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 سبيد رن سبيد رن هوب 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 ولا النار دي حط الهيدرا هنا قلنا الاخضر الاول اللي هو ده فينه اللي على اليمين ده هاته بعد كده الاورنج ده هو اللي مش اورنج هو بني وبعد كده الصغير ده كده ماشي عاملين كده سهل وبسيط اوكي نعمل كده ناخد ده نعمل كده بس ندخل هنا نستخبى اعتقد كده احنا في امان اعتقد يا جماعه سؤال قوي هل الميه ليها طعم واحنا ما نعرفش لاننا متعودين عليها ولا ملهاش طعم حطينا المسحوق المشروب في القنينه في مصر ليها طعم عشان كده في مصر ليها طعم رب بقى تتخم دي بقى اشربي بقى اشربي ها دوقي ايه ده امينا الغوله طقطقه الفوله بتعمل ايه بموت متسممه من هنا هوها عدينا من اول محاوله من اول محاوله الناس لو انت بتتفرج على الفيديو ده على يوتيوب احنا ما تعبناش خالص في الاستريم لا وده كان فيديو النهارده اتمنى يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك اشتركوا في قناه كينج بي اس بي سي موجوده تحت في الوصف واشتركوا في قناه الاستريمات عايزين نوصل 100000 لو سمحتم قناه الاستريمات برده موجوده تحت في الوصف وموجوده باخر الفيديو ده اشوفكم المره الجايه بحبكم فشخ واه ان شاء الله بكره الاغنيه سلام مستوي عايزك تعرف ان انا كل سعاده وهنه طلعنا ونطينا وعدينا في مجرد سنه والكل واحد هنا عايزك تعرف اننا هنكمل مع بعضنا والكل هيعرف اسمنا ولو انت وانت جداد خلونا نفتح الباب واوريكم اعظم واجمل واحلى ترحاب هنكمل للنهايه مليون واحد الغايه والاخر الحكايه